يا حال ورقاسك اني جرح مضايا لا يحد حنا يا حال ورقاسك اني يا ورقا وش تبغين مني من يوم ما نحتي وانا نوح يا ورقا وش تبغين مني شيبت بي من صغر سني زار الهوى راعي مفضوح شيبت بي في صغر سني يا ذا الحمايم وش تبني مغرم ويتني على عوق يا ذا الحمايم وش تبني سار الهوى راعي مفضوح شيبت بي في صغر سني في العود يا عم ولدك ام العيال مسدها على جنب مسعود شفت اللحظات الجميله اللي قاعد يعيشها الطفل هذا 30 سنه قدام ترى ما راح ينسى الطفل هذا انا ودي العب معه الله يمسيكم بالخير جميعا الله يحييكم انا من يوم جيت ابو ظبي ساعتين ارقد 13 ساعه واعي ساعتين ارقد 13 ساعه واعي ما ادري والله الحين بتغدى ان شاء الله عقبها نومه ساعه ساعتين طبعا الجو ما شاء الله في ابو ظبي يعني ما هو برد ولا هو بحر الجو حلو الله يمسيكم بالخير جميع والله ودي انكم تشاركوني صراحه اللي حولي لا يجي يلا حيهم الله يمسيكم بالخير جميع والله يبارك فيكم وشكرا لكم على كلامكم الطيب وعلى مشاعركم الطيبه وجعلني عند حسن ظني يا عيال قاعد امر في فتره ما قد مرت علي في حياتي صارت معي في ابو ظبي يا عيال ارقد ساعتين واقوم واجلس اربع ساعات وارقد ساعتين ساعتين وقوم والله العظيم ما قد مر علي الشيء ذا في حياتي ما ادري لكن والله صحيت من النوم طالع ما رقدت الا والله بعد المغرب يمكن ساعتين لتويتر منزلين العالم فالله يبارك فيكم جميعا والله في ناس فرحوا وكانهم مكان بهاجه لكم والله ما ادري وش اقول لكن لو القلوب شفافه والله نشوفون غلاكم ودك تحطه في العيون من العيون وتبسط على رمض الثرى يملاك له وتظله من الشمس في ظل الجفون ولا يمر اذنه ودك تحطه الو شوف شو الفخم هيا ور الهوى هيا ور الهوى يا اخواني اي والله يا المسلمين ما عاد حيث الهوى قلت انا بغفل والعرب ما هم زعلانين بي صبحكم الله بالخير يا هلا وغلب الجميع الامور بسيطة لا مش بسيطة بس لانك مصلي لانك مصلي الفجر الساعة 3:30 الرقاب ما شاء الله تبارك الله يعني من قوة الايمان عنده قمنا من الرقاد توي يدن عندنا كم ساعة؟ الساعة 5:30 ها؟ اي انت تدري كم صليت الفجر قبل؟ يدن قمت انا وياه الساعة 4 كذا وصلينا الفجر حولنا رح نفطر عودنا نقول احنا قاعدين في اللوبي الا هو يدن طرح اللي تهدي ما شاء الله تبارك الله عز الله شكرا على اختيار ايش رايك يا استاذ نواف نقوم نصلي مره ثانيه ايش رايك نشتري فندق اللوبي ايه صبحكم الله سعد الله صباحكم جميع يا مرحبا ومسهلا هلا يا ابو قاسم شمك تقبل الله تقبل الله او ايش رايك Yeah.
يلا صباح خير يلا. أسعد الله صباحكم، يا مرحبا ومسهلا بالجميع. أبارك الطاقم، زد رصيدك على الانطلاقة، جعل ربي يوفقهم إن شاء الله، ومن نجاح إلى نجاح. وبارك المقدم الكبير بحاجب محمد والمقدم الكبير أحمد بن رحيم على هذا الإنجاز، على هذا التقدم، على هذا الانطلاقة. جعل ربي يوفقهم التوفيق الطيب، ومن نجاح إلى نجاح، واللي يزودهم يزودنا، واللي يفرحهم يفرحني، واللي يسعدهم يسعدني. وبارك اخواني المتسابقين محمد بن دلبج ومحمد بن مرعي، جعل ربي يوفقهم ان شاء الله، ومن داعمينهم ومن داعمين القناه ومن داعمين المطاليق كلهم، وبالتوفيق.